السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم معكم ليث. اليوم يا جماعه واحنا بلعبه Alien Shooter TD. بس قبل ما نبدا مشاهده ممتعه للجميع ويلا نبدا. فكره اللعبه يا جماعه بكل اختصار انه بقدر اعمل تشكيله من الجنود واهجم يا جماعه على المخلوقات الفضائيه على ترتيب معين. فبسم الله يا جماعه نبدا بالميشن الاول، يعني المهمه الاولى نختار يا جماعه الصعوبه السهله. فبسم الله نضغط ستارت. اوكي، هاي التشكيله تبعتنا راح نختار له اتو سكواد يعني عشان نقدر نستعمله. تمام، هذا راح نشتريه ان شاء الله، او بقدر اشتريه هسه معي ما دام معي 1000 بقدر اشتريه. تمام، ونضيف هذا الثاني على السكواد معانا. هنا برضه مجال الاثنين نضيفهم ان شاء الله في المستقبل. شوفوا قديش في شخصيات لازم نفتحها علشان نضيفها معانا في السكواد علشان نقدر نستعملها. بعد ما ضغطنا ستارت معانا الهيلث 15، معانا هنا 60 يعني النقود يعني عشان اقدر استعملها هنا. فبسم الله هنا الويف واحد من اصل الاثنين، يعني في هنا باوندين لازم نلعبهن. تمام، راح نحط هذا الجندي او الزميل هنا، انا راح اسميه جندي. تمام، فبسم الله ونحط الجندي الثاني هنا. تمام، عشان يقدروا يساعدونا انه نقتل المخلوقات الفضائيه. خلينا نشوف شو هي المخلوقات الفضائيه اللي راح تطلع. في هنا صبصور، اوكي، ولا مش صبصور، شو اسمه، عنكبوت. هذا عنكبوت فضائي، شوفوا كيف بيمشي بطريقه غريبه بصراحه، بس المهم راح نقتلهم. كويس كويس، يلا موتوا. تمام، يلا على طول هذول نحدد عليهم بالماوس، يعني نقدر نحدد عليهم بالماوس عشان نقتلهم. تمام، بسم الله خلينا نقتلهم، يلا موتوا موتوا. اوكي، وبقدر الشخصيات اشوف هنا الزون تبعها، يعني لوين المدى اللي بتقدر توصل عليه انها تطخ، ونشوف هاي الشخصيه لوين مداها. هي بصراحه قليل، بس المهم راح يفيدونا بصراحه يعني ببعض الليفلات. اوكي، اللي خلصنا نيكست ويف، يلا نضغط عليها. تمام، بسم الله نبقي الرصاص للشخصيه هاي. اوكي، يعني الجندي هذا اللي بطخ، يلا بسم الله. تعال يا ايها العنكبوت، تعال يا عنكبوت. اوكي، العنكبوت الفضائي بلش يموت الاول. اوه، في قنبله فقعت. اوكي، البميل المتفجرات فقعت. تمام، يلا موتوا موتوا. اوكي، ماتوا العناكب، ظل اخر عنكبوت ومات. تمام، يلا تعالوا في اخر مجموعه عناكب فوق. تمام، ما دام نحب الراوند الثاني يمكن هذول راح تكون اخر مجموعه ان شاء الله. بسم الله، يلا موتوا 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 موتوا. اوكي، هذا لازم نعبي له رصاصه الجندي. تمام، بسم الله، يلا نطخ هذول العناكب، يلا موتوا العناكب، موتوا موتوا موتوا. اوكي، موتوا، كويس كويس، قاعدين بموتوا. انا بحدد عليهم بالماوس عشان انه الام مرات بكون مضروب عند الجنود اللي بقدر استعملهم هذول. الام مرات عندهم مضروب. تمام، كويس. ظل لسه كمان، ظل يلا ظل مجموعه كمان منهم. يلا ما علينا، خلينا نرجع نشحن رصاص. اوكي، يلا بسم الله نطخ كل العناكب الفضائيه. يلا موتوا 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 موتوا. اوكي، خلينا نصغر شوي الزوم يعني عشان تكون واضحه لكم اللعبه على الشاشه. بسم الله موتوا. اخر عنكبوت، يلا تعال يا هو العنكبوت هذا معلق. لا هي اشتغل، اشتغل العنكبوت، يلا مات الحمد لله. هيك خلصنا المشن الاول، الصعوبة ايزي. تمام، فبسم الله نضغط العودة الى الماب ونشوف ايش في عملنا. في هنا اعطونا تشيست لازم نضغط عليه، نضغط له جو، او هنا نضغط له اوبن ونشوف شو راح يعطينا. يا رب يلا حمل التشيست، لازم نضغط عليه صح؟ نعم لازم نضغط عليه. فبسم الله اعطانا هذا، كويس يعني الشاتجن هذا منيح تبع فكرة دمجه، اتوقع 82 ولا ايش، هاي مش دابي بصراحة. تمام، يلا ما علينا، اتوقع هذا الدمج، لا هي دمجه ضعيف. تمام، او السرعة يمكن اتوقع. تمام، فبسم الله ضعاف، هذا قوي مبين من رقم 101 انه قوي. تمام، 105 سنايبر، اتوقع هذا الدمج تبعهم. تمام، بس نقدر نبدل الاسلحة، بس احنا مش هسه راح نبدل الاسلحة. فبسم الله راح نبدأ. طبعا في صعوبات نورمال وهارد، بس مش هسه راح نبدا فيهن، لانه اذا بلشت بالنورمال وبالهارد راح اندعس لاني كثير ضعيف لسه في اللعبه. تمام، بسم الله راح نبدا بالميشن الثاني، نختار الصعوبه السهله. اوكي، يلا بسم الله على طول نبدا في الصعوبه السهله. في شغلات نقدر نوقيها هنا، مثلا لو ضغطت على شخصيتي هنا، اوكي بنقدر نوقيها. هنشوف كيف بدنا نوقيها، بنقدر نوقيها بصفر. اوكي، وقيناها مجانا، فشو بتقدر تعطينا؟ انا بنقدر نوقي السكيلز تبع الشخصيه، بصير تعطي طلقات اكثر. فبسم الله معانا 3000، خلينا نرجع نوقيها، ضل نبقي فيها، نبقي فيها. اوكي، وقيناها تقريبا كثير. فبسم الله نبقي الرصاص هاي، هسه هيك شخصيتي اللي بتطخ هاي تبعت الشات جان بصير تعمل طلقات اكثر بتطلع، وفي انا يعني بتوفر رصاص، اوكي يعني بيزيد رصاص معك. في كثير شغلات لازم نوقيها. فبسم الله يلا وين بليش نبدا؟ اوكي يلا نبدا على طول. تمام، هذا المكان مش طبيعي، شوفوا كيف مكسر، مكسرين المكان المخلوقات الفضائية هاي، العناكب الفضائية. فنحط بسم الله بعد ما، لا هذا لا بدناش، احنا بدنا الثاني الشاتجن، يعني كل هالتطوير بالشاتجن بدناش نستعمله، غريبة يعني لازم نستعمله. تمام، ونحط الشاتجن هنا
وعلى طول نقدر نشوف شو راح يعطينا. اوه بقدر احط كمان واحد ثالث، طب كويس، بحط لي كمان واحد تحت عشان اقدر اشوف شو بيعملوا. هشوف شو لهم دميع بالعناكب الفضائيه. يلا بسرعه طخ 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 العناكب، شوف كيف الدم على الارض، ثم طخ العناكب هاي بتطلع دم. يلا ما علينا ما علينا، يلا موتوا موتوا كويس. راح تيجي المجموعه الثانيه منهم، يلا بسم الله تعالوا، يلا يلا تعالوا خلنا نموتكم. تمام موت انت موت، اوكي موت انت يا العنكبوت، يلا موتوا يا العناكب الفضائيه، موتوا موتوا. المتيح طخوا عشان نقدر نستفيد منكم. اوكي خلينا نحط لنا برضه من فوق عشان نقدر نستفيد احنا بشكل عام. يلا موت، يلا انت موت اخر واحد. يلا دوب المجموعه الثالثه، يلا موتوا كويس. انا هيك يعني حاطط، صرت حاطط 4 جنود من عندي، يعني هذا بصراحه بالنسبه لي تقدم كبير. تمام بسم الله على طول موتوا. اوكي خلينا نشحن هذا، لازم نشحنه علشان يضل يضرب طلقات ونقتل هاي العنكبوتات الفضائيه. بسم الله موتوا موتوا موتوا. اوكي موتوا موتوا. ايه ضل معي زياده مصاري، اوكي في زياده، ضل زياده. هاي الاماكن ما بتوقعش الجنود، ما بتوقع العناكب الفضائيه بتقدر توصل هاي الاماكن. فبسم الله نضغط على الوف الثاني نشوف اذا بتقدر توصلها بنحطها. تمام خلينا نصغر شوي هيك الشاشه نشوف او نكبرها. اوه في مخلوق غريب معاهم بيجي زي الدوده، شوفوا كيف عليه دوده، شوفوا يعني هاي بتموتش. لازم احط لها هذا مش الشاتجان، لازم احط لها واحد اقوى من الشاتجان، هذا الاشي اللي لونه ازرق. تمام لا مش هذا، خلينا نحط منه كميات اكبر، هذا اللي لونه ازرق بلكي فادنا. يلا موتوا 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 موتوا. يا مشكلتي مع هالدود انه هذا ليش بيموتش، في درع عليه اصفر فوق. تمام بسم الله رح يجوا هنا الصراصير هاي الفضائيه، هاي العناكب الفضائيه، فعلى طول خنطخ عليها نمل الرصاص، لازم نمل الرصاص اللي عندنا عشان نقدر نطخ. اوكي يلا طخوا من فوق، ايوه هذول بينجزوا بينجزوا، يا رب انجزوا معي، طخوهم 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 طخوهم. اوكي ايوه كويس كويس كويس، هي قتلهم قتلهم بسرعه كويس والله. يلا تعالوا اقتلوا هذول اقتلوا هذول، يلا نعبي الرصاص، لازم نعبي الرصاص، لازم نقتلهم هذولا، مش لازم يفوزوا علينا. وينهم هذا؟ نحط هنا منه، هنا حط 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 لك حط 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 حط. موت 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 موت. اوكي خلاص الحمد لله قتلناه، وهيك خلصنا المشن الثاني في الصعوبه السهله. تمام فبسم الله نرجع للماب. اوكي والله كويس، يعني حاسس عامل انجاز كبير. تمام راح ننتقل للليفل الثالث، المشن الثالث. اوكي هاي شغلات بسيطة. تمام راح نلعب الليفل الثالث على المستوى السهل، فبسم الله نضغط ستارت نشوف هسه شو بنقدر نطور معنا. تقريبا 2937، خلينا نطور هذا الشخص اللي نقدر نستعمله، الجندي اللي معاه المسدس هذا العادي، رشاش هذا اتوقع، هذا الشوتجن، وفي سنايبر، والله بدي سنايبر وبدي مسدس الحريقة والثلج وبازوكا، وفي مسدس تبع الفضائيين هذا، وفي هذا بدريش ايش، بس راح نقدر نستعمله ان شاء الله في المستقبل. خلينا نطور هاي الشخصية، نشوف شو في عندنا. نيجي هنا نروح وين السكيلزات؟ اوه خلينا نفوت عند السكيلز تبعتها عشان نقدر نطورها بشكل افضل. فبسم الله نطورها ب 200، نطورها ب 430، نطورها ب 720، نطورها ب 1000 وشيء. تمام بطل معي مصاري، يلا بسم الله نطور هاي، بقدر اطور هنا بتقدر ترمي صواريخ. طب كويس، ما ظل معي سكيلزات اقدر اطور، بس في سكيلزات كثير كويسة هنا. فبسم الله نضغط باك باك. اوكي نضغط هنا ستارت، ويلا بسم الله نبدا. اوه والله دول المخلوقات الوضعيه مكسبين المكان جد، شوفوا كيف من كثر ما هم مخربين المكان صاروا الناس يحطوا هاي الشغلات انه يحموا حالهم. فبسم الله نحط لنا هذا اللون الازرق بعد ما بقيناه الجندي الازرق، ونحط لنا واحد شاتجن معاه، وعلى طول نبدا ونحط لنا قدام نفس التشكيله. فبسم الله استنى هاي شوفوا كيف العناكب الفضائيه، خلينا نقتل العناكب الفضائيه. تمام بسم الله نقتل العناكب الفضائيه، ضون نقتلها ضون نقتلها، بسم الله موتوا موتوا موتوا. اوكي كويس كويس قتلناهم. تمام خلينا نحط لنا واحد هنا تبع الشتجن، بسم الله على طول نقتل هنا المخلوقات الفضائيه هاي. يلا موتوا يا العناكب موتوا، نحدد عليهم بالماوس. تمام يلا موتوا 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 موتوا. خلينا نعبي طلق، اذا ما عبينا رصاص تقريبا بنموت، لانه بيقدر يعدوا المنطقه هاي اللي تموتنا. تمام ممنوع يعدوا على هذا الاشي اللي لونه احمر هاي. تمام فبسم الله اوكي يلا خلينا نطخهم. اوكي نحط لنا هنا بقول خلينا نحط لنا ابو الازرق، انه ابو الازرق بقتل الدوده، انا راح استفيد منه بصراحه عشان اقتل الدوده يعني وهيك. اوه بدنا والله طلقات، هي جاي جت الدوده، الدوده جت، خلينا نعبي طلقات. تمام بسم الله نعبيها طلقات لابو الازرق، كويس كويس كويس. والله انا ضبوب اقتل هذا الدوده، الدوده هاي لازم اقتلها بسرعه لانه فيش فيها مزح بصراحه، ما فيها مزح الدوده هاي. بسرعه 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 نشتري من ابو الازرق، كيف اشتريه؟ ايوه من هنا تعالوا يا ريث اشتريه بسرعه بسرعه، لازم نقتلهم نقتلهم هذولا. اوكي يلا موت 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 موت. اوكي يا رب يا رب ما يعدي يا رب ما يعدي يا رب ما يعديها. اوكي
الحمد لله الحمد لله، خلاص مات كويس. الويف الثانية يلا بسم الله راح نبدأ فيه. صاب يجوا من هنا، لازم انتبه، في اشي بيطير، في تنين بيطير، مخلوق فضائي بيطير. يلا بسم الله يا ليث، اقتلهم يا ليث اقتلهم، ناقصنا مخلوقات فضائية بتطير كمان، يعني احنا مش قادرين على اللي بيمشوا باليابسة كمان يمشي اللي بالجو. يلا موت اوكي، دي طلقات خلصين، لازم هسه نعطي لكل واحد نعبي له طلقاته. يلا بسم الله، كويس 14، خلينا نعبي الطلقات اللي تحت. يلا بسم الله نعبي هذا اللي فوق، تمام بسم الله على طول طول نعبيهم. في مخلوقات هاي اللي بتطير نحط لها هنا. شو نقدر نحط لها هنا؟ نحط لها هذا الاشي، تمام بسم الله. يلا موتهم اوكي، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اوكي. يلا بسرعه نعبي الشحن، نشحنهم رصاص. الجنود بدي الرصاص جدا مفيدني اوكي. وفي الثالث مش وقته هسه، خلينا نقتل اول شيء هذول. كويس هيك قتلناهم، ونحط لنا هنا شويه جنود لانه بلاش يهجموا علي بطريقه هسه قويه اوكي، لان انا مش قادر بس عليهم وهم قلال. ايش حال ما هم كثار؟ خلينا نقول نحدد هاي بالماوس عشان يقتلوهم الفوق الاول، لان الفوق جدا صعبين. تمام يلا خلينا نقتل الفوق الاول، تحت نقتلهم فيما بعد اوكي. يلا بسم الله نحط لنا تحت انا شتجن عشان نقدر نقتل اللي فوق. يلا بسم الله بسرعه يلا نعبي الرصاص هنا. يلا موتوا اوكي موتوا اول شيء، خلينا نرجع نعبي الرصاص. تمام يلا موت انت اوكي، والله بدنا مصاري نعبي اللي تحت هنا، عبيناه كويس كويس والله على القد يعني، بس ضلنا واحد نقص علينا عشان بدنا نعبيه. يلا بسم الله خنطخ هذول، يعني مشكلتنا مع هذول انهم صعبين بصراحه، خنطخ اللي لورا شوي عشان نقدر نجمع رصاص ونقدر نستفيد يعني اوكي. والله احنا هيك انحشرنا حشره مش طبيعيه، تمام بسم الله بسرعه يا ليث، دببها هسه دببها باي طريقه، لازم يقتلهم باي طريقه، دببها يا ليث دببها لازم يقتلهم بسرعه لازم يقتلهم باي طريقه، لازم يقتلهم باي طريقه بسرعه. موتوا ايوه. في هذا الشخص، في شخص جديد راح يساعدنا هنا اوكي، كويس والله راح يساعدني كثير هذا الشخص. تمام يلا بسم الله، بدنا نحط لنا اشي غير، بدنا نحط لنا ابو الازرق تمام، بس معناش مصاري اوكي، خلينا نحطه هنا. تمام يلا بسم الله عشان يطخ اوكي، طخ يلا طخ اللي هنا عشان نرجع نشحن. كويس راح يساعدنا جدا تمام. في اشي من فوق؟ لا ما في اشي من فوق. يلا موتوا يا الله بدي رصاص اوكي. يلا عبيته موت اللي قدام، يا الله خليه يقدم، بدنا نقتل اللي قدام، كيف بدنا نقتله هسه؟ دوق في شوي اللعبة، بقدر ابيع اشي صح؟ كويس والله بقدر ابيعهم، بدنا واحد قوي يساعدنا بسرعة عشان نقتل اللي تحت. يلا على طول نطخ هذا، يلا بسم الله تعال عشان هسه تموت. الحمد لله قتلناه، يعني طلعنا بنقدر نبيع كمان، كويس الله انجزنا يعني، بصراحة انجزت، انا كنت هيك راح اموت واضيع الوقت تمام. فبصراحة كثير يعني عجبتني اللعبة، فيها يعني كثير ليفلات، واشوف قد فيها ليفلات، والله فيها كثير لهنا عم اتوقع راح اصل فيها، اتوقع الارينا يعني مخلوقات فضائية لا نهائية، فراح نلعب هاي الشغلات في المستقبل. فاتمنى انه اللعبة هاي تعجبكم يا جماعة، اكتبوا لي بالتعليقات اذا بدكم ياني اكمل فيها. وبس كان معكم ليث جيمنج 0000 ومع السلامة.